فين؟ معرفش معرفش. الو انا هنا. ازيك يا شباب؟ فيديو جديد النهارده. هنلعب لعبه هايد اونلاين. طب يا جدعان، احنا خدنا المقدمه دي حوالي 7 ساعات بنحاول نقول المقدمه دي مع بعض في نفس الوقت بوق واحد، بس الحمد لله يعني اخيرا قلناها. طب يا جدعان، النهارده هنلعب لعبه اسمها هايد اونلاين. فكره اللعبه دي بالمختصر الشديد ان احنا هنلعب زي ما تقولوا استغمايه. انا بدور على اختي تاخد ايه اشكال الحاجات اللي معايا في الاوضه او ايا كان الاشكال اللي في الاوضه، وانا احاول ادور عليها واعرف مكانها. في عقاب بالمناسبه، في عقاب للي هيخسر التحدي ده. ده يعتبر تحدي بالمناسبه، ان اللي يكسب الجيم ده هينظف اوضه الشخص الثاني لمده اسبوع. قبل ما الفيديو نخلص تشغل تعمل لايك، لا تنسى لايك وتشترك في القناه لو انت ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نشوف اللعبه هنعمل فيها ايه ونشوف مين هيحل في الاوضه الثانيه. اصلا انا مش عارف. هتلاقيه كده في الطرق، انا سامع رجلك اصلا. ايوه تعديتي بسرعه. خمني. اخمن الحمام الباب. ما اعرفش. خمني. وانا اصلا في الحمام الصح. ايوه هو ده. شكلك اللمبه. اللمبه. الكلام الغريب ده، انت شكلك بتضحك عليا، انت مش هنا اصلا. ايوه فعلا صح، معاك حق. الاغنيه ما اشتغلتش ليه؟ عشان انا بعيد اصلا. انا بعيد قوي. انت كلام بجد؟ ايوه. بتضحك عليا. ده ايه؟ استني، انا نسيت بغير ازاي. انا نسيت. افتكرت من القهوه. خد البرجر ده شكله حلو قوي. الو، ما بيغيرش. طب استني، انا فاهم. لا يا حبيبي، تستخبى فين عشان ما شفتكش؟ مش عارف اغيرك يا جدعان. مكان ايه ده؟ غريب قوي. طب وصفي لي نوع الاوضه. ما هبان. لا يعني ما فيش حاجه غيرها في الاوضه دي غير انا وشويه حاجات تانية. اه يبقى هنا. قلت لك تجري على طول عشان الاغنيه. مش عايز يغير. بص يا جدعان، هسيب لها فرصة. سيب لي فرصة عشان خاطري. ماشي. خلاص غيرت يعني؟ اه. طيب انا هاجي بقى. انت شفتنيش؟ انا عديت من جنبك. هي فين بقى؟ هي فين؟ ده ايه المكان الجامد ده؟ المكان صدقني بدل بالغلط. ده انت واقفه في مكان عظمه. صدقني بدل بالغلط. يا نهار ابيض، كنت بيبسي وفي الاخر جاب لي ده. ما اعرفش، انا دوست في حته غلط. طيب ماشي، كنت مستخبي في مكان حلو. اوعي تيجي. خليها في مكانك. هقف لك في مكان جامد. هقف لك. انت بتيجي برضه؟ ما شفتش. ما جاتش. انا لسه طالعه من الاوضه. طب استني بقى، عايز اظبط. طب اخلص يا جدعان. اظبط مكان ازاي؟ طب ايه؟ طب هينفع اخد؟ طب استنى، فكره في وقت عندي. كمل. خلاص كده عرفت مكان. انا جايه. طب ماشي. انا لسه جايه حالا. لقيتك. ما بيضربش ليه؟ ايه ده؟ مش عايز ايه ده؟ انا كنت عماله ايه عليك. مش عايز. دخلت في حته غلط. فاكر كان زمانك جريت، انت رحت فين؟ انا جريت. لا انت لسه هنا. ايه ده، انت رحت فين؟ انا هم رخصت كده. ايه ده؟ يا نهار ابيض. مكانش باين خالص. استنى بس عليا. ايه الاغنيه العبيطه اللي شغاله دي؟ لحظه يا جدعان. معلش بقى، وقت المحاكي. المحاكي الماوس بتاعه بيقف. اوكي، انا في مكان. ايه ده؟ المكان ده جامد. ايه، احنا غيرنا الاماكن كلها، غيرنا الدنيا، البيت كله، ولا مش عارف. ايوه البيت كله اتغير. انا في حمام كده غريب. مش حلوه دي بقى. هلو ذا. ايوه انت عديتي منه بقى. وانا شفتك. شفتيني؟ اجيبك. طب اجيبيني يلا بسرعه. هو بيضربش ليه؟ طيب يمكن انا المفروض اضرب. هو انت في الحمام التاني؟ طلعت من الحمام. في حمامين؟ ايه ده، انا ما اعرفش ان في حمامين.
ايه كلب شفتك؟ هتقفلي ازاي؟ شفتيني ازاي طيب؟ لو حاجة حاجة بتمشي. طب استني بقى، عايز اخد، سيبيني مساحة. يعني انت مش صغير؟ لا انا مش صغير فعلا، انا عارف. يا نهار ابيض، هو بيمشي بالراحة ليه؟ الحق الباب مش عايز يفتح. انت رحت فين؟ معرفش معرفش. الو انا هنا. انت هنا؟ انا هناك. ايه ده، الباب اتفتح ليه؟ ايه ده؟ انا اللي فتحته. وانت لحقت تروح فين طيب؟ واو ايه ده؟ فين يا وافلي يا رخم؟ مش هنا مش هنا، انا مش هنا مش هنا، استني. مش عايز يفتح الباب، يفتح لما انت بتمشي. مش بيضرب. طب صدقني مش هتعرف، مش هتعرف، مش هتعرف. سيبيني بتاع، سيبيني بتاع. طب كان 10. لا على فكره المكان ده وحش قوي للاستخباء، لان انا استخباء. اوه. وبس كده يا شباب، كان ده فيديو النهارده، وطبعا التحدي رسي على ان في الاخر اختي هي اللي هتنضف الاوضه بتاعتي لمده اسبوع، وانا مش هعمل اي حاجه. لا يا حبيبي ما اتفقناش على كده. انا اللي كسبت يا حبيبتي، احنا اتفقنا التحدي وخلص. تحدي ايه ده؟ ايه ده؟ لا يا حبيبي، ايه يا ماما، انت هتاخد من المايك ولا ايه؟ خلاص بقى، انا اللي كسبت. الله، امال يا جدعان، امال يا جدعان، بص بص بص، مش انت اللي كسبت. الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وتشترك في القناه لو انت ما اشتركتش، وفعل زر الجرس، وتحت في التعليقات لو انت حابين تشوف فيديوهات اكتر مع اختي في العاب الموبايل. ممكن تبقى سلسله يعني، ممكن ننزلها كل اسبوع ولا كل حاجه، كل يعني كل فتره. قولوا تحت في التعليقات رايكم، وبس شوفوا الفيديو الجاي. مع السلامه. يعني اصلا فوضى غلط، اخر حاجه صغيره. ايه ده؟ لا مش عايزه دي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتاعت عصير بتجري. ايه يا جماعه ده؟ حاجه صغيره مش عايز. يا ابني مش عايز ياخدها. انا مش عايز يدوس. استنى كده يا وفلي عشان خاطر يستنى. ما هو بيضرب اوتوماتيك، انا المشكله ان هو بيضرب اوتوماتيك. تقدر تضرب لوحدك. يا نهار ابيض، اخيرا يا جماعه. دي اللي انا بحاول ساعه بس.